اطلع علينا بطلعته البهيه السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مبلولي، وجي قال ان والله احنا عندنا نقص في الغاز الطبيعي، عندنا وفرة في الكهرباء ولكن عندنا نقص في الغاز الطبيعي. بسبب ايه بقى؟ طبعا هو ما قالش، طب هو قال بسبب حرب اوكرانيا، طب ايه علاقتهم ببعض؟ ما اعرفش، بس المفروض هو كلنا عارفين بسبب ايه؟ بسبب الحقل بتاع المتوسط اللي تتبرع بيه فشاخة الرئيس السيسي الى اليونان كيدا في تركيا، وبسبب بيع مصر للغاز بتاعنا لاسرائيل اللي احنا دلوقتي بنشتريه منها. يعني احنا بنبيع لها الغاز بتاعنا وبنشتري منها، ازاي؟ ما هي تركيبه كده، شويه بقر كده بيديروا البلد يعني. المهم جه قال لنا احنا والله عندنا فقر في الغاز، والمفروض حتى شويه الغاز اللي متبقيين عندنا اللي هم تحت السرير اللي متعبين كده في ازايز كده تحت السرير بتوع السيسي ده، دول هنصدرهم لاوروبا عشان اوروبا هيدفعوا بالدولار بالعمله الصعبه، انما انت يا جربوع يا مصري هتدفع ايه؟ ولا حاجه. تمام، طيب هنصدر الغاز لاوروبا. صدر يا عم، ده انت بعيد عني خلاص، صدر يا عم براحتك يا عم، وهات عملة صعبة. لا يا باشا، ده انت يا مصر هتتحمل معانا كمان، ده احنا هنقطع عليك الكهرباء عشان نوفر غاز اكتر عشان نصدر لاوروبا اكتر، هنقطع عليك الكهرباء. لا بس كده، لا مش بس كده، ده احنا كمان هنزود عليك اسعار الكهرباء، بس بداية من السنة الجديدة مش دلوقتي، اصبر بس كده عليا يا مصري كده، وانا هظبطك في بداية السنة الجديدة وهرفع عليك الكهرباء، فاتورة الكهرباء يعني في بداية السنة الجديدة. ايه بقى اللي هيحصل خلال الشهور الست سبع شهور الجايين؟ هتبص هتلاقي اولا اسعار الكهرباء هتزيد، ده بس كده، لا ده كمان الكهرباء هتتقطع لمده طويله، تمام، لثلاث ساعات اربع ساعات خمس ساعات، الله اعلم هتبقى مدتها قد ايه، وتختلف من منطقه لمنطقه. تمام، الحاجه الثالثه هتشربوا كمان من بايه البيبي اللي هي بتاعت مياه التحليه، تمام، لان خلاص بقى ساعتها مش هيكون في ميه النيل. تمام، هل بس كده؟ لا، المولات الكهرباء بتاعتها او المولات هتقفل من بعد الساعه 11 بالليل، وكمان التكييفات هتتظبط على 25 درجه فيما فوق، وكل الاجهزه الحكوميه وكل المؤسسات الحكوميه هتقفل من بعد دوام العمل الرسمي، وكمان الشوارع والميادين العامه الاضاءات بتاعتها هنقطعها. طب السؤال، الكلام ده هعتبر ان انا موافق عليه برغم ان انا مش موافق عليه، كله بسبب فشل الحكومه الوسخه دي، تمام، والنظام القذر المصري ده، بس ما خليني ماشي معاهم للاخر. هل الكلام ده بقى بيتطبق على الناس اللي هم في العلمين وفي الساحل الشمالي وفي مراسي وفي السخنه وفي مش عارف وفي الجونه والكلام ده كله، ولا لا دول ناس ودول ناس؟ طبعا دول ناس ودول ناس. انت هتساوي نفسك يا مصري يا جربوع بالناس اللي بيروحوا العلمين والساحل الشمالي؟ انت فين وهم فين؟ طب دول لا، دول ما يتقطعش عليهم الكهرباء، دولت ما فيش حاجه اسمها مول يبقى التكييف بتاعه فوق ال 25، تمام، دول ما فيش حاجه اسمها مول يقفل الساعه 11، لا 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 لا، دول معامله وانت معامله، تمام، اوروبا معامله وانت معامله، تمام، فانت يا مصري يا جربوع لا، انت مالكش اي لازمه في البلد ولا ليك اي قيمه في البلد، احنا نفضل نطحن 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 في ام اللي جابوك لغايه ما يبان لك اصحاب او لغايه ما تموت. انت بقى ونصيبك، انت بقى واللي يحصل لك بقى، انت ونصيبك. ادي النظام السيسي بينظر لكم ازاي. فالفتره الجايه هتشوفوا ايام اسود من السواد. يلا ربنا معاكم.